وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني بشان الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة. ووجه الرئيس السيسي في هذا الإطار بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها استجابة لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بالتعدد والتخصص. وأكد الرئيس السيسي أن استجابته لتوصيات الحوار الوطني نابعة من رغبته الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. كما شدد الرئيس السيسي على اهميه تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي والحفاظ على طبيعته كاجراء وقائي تستلزمه ضروره التحقيق دون ان يتحول لعقوبه كما اكد الرئيس السيسي على اهميه تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفه واهميه التعويض المادي والادبي وجبر الضرر لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ